فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: أحيانا أكون في الطريق ويكون وقت الصلاة قد دخل ولا أجد مسجدا غير مسجد للصوفية ولا أعرف حال الإمام بعينه. سؤاله: هل يجوز لي أن أترك صلاة الجماعة بسبب أنها؟ يا أخي، إذا رأيت الناس يصلون صلي معهم، صلي معهم، ولا يكون عندك نيات هذولا كذا وذولا كذا، ما داموا يصلون صلي. الناس إذا أحسنوا أحسن معهم، كما قال عثمان رضي الله عنه: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا تجنب إساءته. نعم.